انت قلتي ان انت روحتي لدكاتره نفسيين، مش دكاتره مره واحده بس. مره واحده دكاتره، ضحكتك مش طبيعيه يا رب، مش طبيعيه والله، مش طبيعيه. روحتي مره واحده؟ اصل انا أيوة انا برنامجي في القناه الاولى المصريه يعني بيتكلم دايما عن الصحه النفسيه. ايوه على فكره انا مهمه جدا، حتى لو دكاتره انا معاكي. موضوع الصحه النفسيه ده انا بالنسبه لي مهم جدا جدا. وانا بصراحه وانا يعني بربي ابني كنت مهتميه بالموضوع ده ومهتميه ان انا اركز فيه. فهو ده اللي سحلني يعني في الموضوع. بتتعرضوا لستريس جامد قوي؟ اه طبعا. عملتي ايه مع الدكتور؟ في الشخصيات اللي انت عماله طول الوقت بتقدمي في شخصيات ملهاش علاقه بيكي اصلا، بتطلعي ازاي منها؟ لازم تقعدي شويه في البيت بقى كده تفوقي. يعني انت قعدتي شويه تيحه؟ لا مش للدرجه، بس قعدت اللي هو عايزه. اشمعنى تيحه لما قعدتي شويه تيحه؟ كله يعني ببقى عايزه يعني انا هسألك انا كتير عن تيحه ده، بس في الاخر لما ما بعرفش لما تحبيني اكتر. ماشي لما تحبيني اكتر هسالك في الاخر، هسالك دلوقتي. لا ما بعرفش انا اطلع من شخصيه على شخصيه بسرعه، لازم كده. طب وانت كنتي مضغوطه قوي بسبب ايه؟ انه الوسط فيه شلاليه، او ما خدتيش الدور اللي كان نفسك فيه، او الفرص مش كتيره ليكي؟ عايزه اسمع. لا 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 انت بتاخدي كل حاجه بهزار، بس انا هاخد المره دي. لا لا انا هقول لك. بص قولي اي شغلانه في الدنيا واي وسط في الدنيا فيه الحلو وفيه الوحش. طب وفي كل حاجة أنا أخد الأمور ببساطة ومركزة في نفسي ومليش دعوة بأي حاجة بتحصل حواليا. أنا دي شخصيتي ودي أنا شلت اتحط أنا مع نفسي، أنا حر ومع نفسي. بس وقتها أنا كنت مضغوطة من إيه؟ لا مش بسبب أشخاص ولا بسبب شلالية ولا الكلام ده خالص بصراحة، ولا علاقات جديدة. لا لا ولا لا لا أي حاجة. لا أنا كنت مضغوطة شوية بس. لكن مش الفن قالك مثلا انه لا انا بقالي مثلا، ممكن تقعد تفكري بقالي 14 سنه او 13 سنه بمثل. بصي هقولك على حاجه، موضوع العلاقات ده انا اسمي نهى عبدين وبشتغل ممثله. والله اللي عايز يعرفني على كده، مش عايز بالسلامه. عندك ناس ليه انت ما تعرفيش ان هو ممكن مثلا يتعرف عليكي وتبقي عاجباه جدا؟ اكتر حاجه عاجباه فيكي شغلانتك ولبسك وستايلك، وبعد كده عايز يعدل فيكي بقى شخصيتك المريضه دي لازم تتغير. طبعًا. ولبسك ده كله مش عاجبني. شفتي الحاجات دي صح؟ شفت وسمعت، ما احنا كل يوم بنشوف وبنسمع. طبعا او ممكن تتغفلي ويفضل ماشي معاكي لاخر الطريق، ما في الاخر يجي يقول لك ايه، ما انا كنت فاكر ان انت هتتغيري، مش خلاص عائلنا بقى وكبرنا وخلاص هناخد زماننا وزمان غيرك. انت خدتي زمنك وزمان غيرك؟ انت خدتي زمنك وزمان غيرك ولا ما خدتيش لسه؟ قولي لي. انا بحب زمني. تحبي زمنك؟ بتقولي سنك عادي؟ طبعا. مش ده ممكن يعطلك عن ادوار الشاب الصغير؟ يعني انت مش هينفع تاخدي دور طفله في ثانوي. ليه؟ مراهقه في ثانوي، تاخدي مراهقه في ثانوي ازاي؟ 15 كيلو واعمل ضفيرتين. عايزه نتكلم على الخساسين. انا بحب نفسي. بصي انت اللي بتفتحي لي وانا معاكي. لما حد يقول لك ايه نهى، بس انت تخنانه شويه. صح، انا جسمي بيتخن بسرعه جدا وبيخس بسرعه جدا. ما بتزعليش لما حد يديكي كومنت زي ده؟ لو هو غالي عليا قوي ممكن ازعل، انما ولا يفرق لي ولا يفرق لي. كان حد مثلا بيندى عليا في الشارع يقول لي يا ساميه عادي. انا اسمي ساميه؟ ولا بالظبط. طب ما فيش مره دور راح منك عشان بتتخني وتخسي كتير؟ اكيد في، بس ما اعرفش. ما هو اكيد ده حصل وانا ما اعرفش. يعني هم كانوا قاعدين بينمروا على الدور عليكي وقال لك لا، وبترشح فيقول لك لا هي مثلا زايده الفتره دي نستبعدها. مش ده اكيد بيحصل؟ طب ودي حاجه تقلقك؟ هي ما تقلقنيش، هي داني لو الدور مهم. ما انت هتعرفي بعدين بقى. ما خلاص بقى، وفي الاخر يروح لصاحبه النصيب، مبروك عليها. طب عملتي كام عمليه تجميل؟ ولا واحده. وبخاف. ليه السؤال ده؟ يعني انا نفسي انا بسالك ليه السؤال ده؟ اسألي. هنستفاد ايه؟ ان الجمهور يعرف، مش انت لسه دلوقتي. لا الجمهور يعرف ان انت طيبه او شريره او اعتزلتي او لا، ده حقه. ماشي. لكن هل من حق جمهورك ان هو يعرف انت عامله كام عمليه تجميل؟ لو عايز يعرف اقول. بتخسي وتتخني؟ بخس وبتخن، مش عامله عمليه تجميل علشان بخاف ساعات، وساعات ببقى حابه نفسي كده يعني انا ومزاجي.